بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، صلوا عليه وسلموا أعزائي الكرام. جيتكم اليوم بهذا الفيديو الجديد اللي فيه مخطط لمنزل بطابقين وواجهة واحدة فقط. هذا طبعا تلبية للمشتركين الأعزاء اللي نقول لكم بارك الله فيكم ومرحبا بكم جميعا. نقول لكم برك ما تتقلقوش، كل مرة ندير مخطط لمشترك أو مشتركة، لكن لازم تكتبوا لي كل تفاصيل قطعة الأرض المخصصة لهذا المنزل، والتي غنتحكم ديروا لي فيه الطول والعرض وكم واجهة فيه، وهل هو هل قطعة الأرض منحدرة أو مسطحة، والتي غنتحكم أسكوي لي بلا وبين أكسيدونتي. كل هذه التفاصيل ولا لي ديتاي تهمني ونستحقها في دراسة التيغان تاعكم. ما تنساوش برك اللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس حكا به تكبر القناة ونقدر نمد لكم المزيد. هذا فيديو تلبية لبعض تعليقات المشتركين اللي طلبوا مني عمل مخطط لمنزل ذو أبعاد 10×20 متر. ان شاء الله برك ينال اعجابكم، وان شاء الله هاد المشتركين يشوفوا لا فيديو، باسكو كاين بزاف تعليقات اللي وصلتني من اوائل الفيديوهات والان مانيش نشوفهم في التعليقات، ربما لم يفعلوا الجرس. يلا نبداو على بركة الله بتفصيل هذا التيغا بكل الابعاد والاماكن اللي فيه. دونك بما أن هذا التيغان فيه واجهة واحدة فقط، فإن الحل لتهوية الغرف وكل المنزل هو أنني عملت أماكن صغيرة مخصصة لهذه التهوية، وعند المدخل خليت هذاك المكان اللي راكم تشوفوا فيه من جهة مكان ركن السيارة ولا الكراج، والجهة المقابلة ثم نخلو دي سباس فيغ عند المدخل. دونك جوست كي ندخلو نلقاو ان صالون ولا غرفة استقبال كبيرة، مطبخ ولا كويزين، دو شامبر ولا غرفتين، وطبعا الحمام ولا سانيتير. هادو الاماكن المخصصة للتهوية اللي هدرت لكم عليها. هذا مكان السلم اللي يطلع للطابق العلوي لسكالي، وهذا المدخل الاساسي للمنزل، مدخل المطبخ هنا، وهادو اماكن لي زاكسي اللي خرجوا لي كور انتيريور هادوك. هادو اماكن الابواب ولا لي بورت اللي كاينين في هذا المنزل. هادو النوافذ ولا لي فنادق. والان قياسات مخطط الطابق الارضي ليكوتاسيون دو بلان دو ريتشوسي، 5.5 ولا 5.5 متر طول هذاك الكراج، هنا 3.45، هنا 3.6 متر 3.6. صالون فيه 4×5 ولا 4 متر × 5 متر. المطبخ ولا لاكويزين فيها 3.65 عرضا في 5 متر طولا، هذا الطول فيه 5.55 متر. كاين القعدة ولا سيجور ولا كما تقدروا ديروا اون سالا مونجي، قاعة مخصصة للأكل مقابلة للمطبخ. هنا 4 متر، هنايا 2.14 ولا 2.14 متر، هنايا 4.25. الحمام فيه 2.4 متر على 2 متر، سانيتير فيه 2 متر في 1.25 ولا 1.25 متر. لا بروميير شامبر ولا الغرفة الأولى فيها سقف في 4 متر، دونك عندها مساحة 20 متر مربع. الغرفة الثانية فيها 4.25 × 4 متر، هذا المكان ولا هذا الطول فيه 1.75. بالنسبة للطابق العلوي نقدر نخلوه البلان كيما راه، والفوق يكونوا عندكم 4 شامبر 4 غرف، دونك F4 الفوق في الاتاج.
مكان الحمام والصيني تاعي يقعد لو مام، يقعد نفس المكان، لانه من قبل في الفيديوهات السابقه قلت لكم انه لازم يكونوا سوبر بوزي. هنا يخرج لكم بالكون صغير، كما تقدروا ديروا هذه الغرفه الرابعه بهذا الشكل مع بالكون كبير بهذا التصميم اللي راكم تشوفوا فيه في المخدم. هذا الاسكالي بين اللي هدرنا عليه في الغيتشوسي، وهذاك المكان تاني يقعد لامام هذاك السيجور ولا القعدة تاع الدار. هذا هو التصميم المخصص لنهار اليوم. هنا خليت لكم هذه الفوتو المشابهة لهذا التصميم، هكا بتدو افكار على الواجهة الاساسية ولا لافاساد برينسيبال. خلوا لي تعليقات اذا عجبكم الفيديو، ومام اذا ما عجبكمش تاني قولوا لي واش هما السلبيات على الفيديو، على الصوت، على التصميم، قولوا لي كاع واش كاين. نبغي نعرف اراء المشتركين الاعزاء، وماذا بيا اذا كاين حاجه ناقصه، ماذا بيا نحسن مستوى الفيديوهات. ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو لكل معارفكم، هكا باه تكبر القناه ونقدر نفيدكم بالمزيد. ما تدخلونيش اعزائي الكرام. دمتم بخير وخليت لكم الخير. مع السلامه والسلام عليكم.